تنزل بشعرها دي لو كانت مش محجبة، زي ما هو من غير ما تتعب نفسها ومن غير ما تعمل سشوار أو بيبيليس أو غيره. تصحى من النوم تبص في المراية تلاقي نفسها إن هي زي القمر، لا شعر مجعد ولا شعر خفيف ولا في أي مشكلة لا في شعرها ولا في بشرتها. علشان كده كان لازم يكون معانا النهاردة في فقرتنا الأستاذة سارة محمود، ميك اب ارتست وخبيرة تجميل وأخصائية عناية بالبشرة. أهلا بيك يا سارة. أهلا بحضرتك. عاملة إيه؟ الحمد لله كويسة؟ تمام. طيب باختصار كده عايزين نعرف، أو ممكن تكلمينا إيه الفرق ما بين الترميم وما بين البروتين؟ يعني في كتير مثلا يجي يقول لك أنا لا أنا هعمل ترميم أفضل من البروتين، فعايزين نعرف الفرق أو يبقى في رد فاصل أو قاطع يعني. هو طبعا في فرق بين البروتين والترميم، بس خلينا متفقين ان اي حد اي حاجه بتفرد الشعر تحت مسمى الترميم. تحت مسمى البروتين قصدي، بس في حاجه ممكن تكون اقل ضرر وحاجه ممكن تكون اكثر ضرر. هو اصلا البروتين جاي من عند اخواتنا البرازيليين. تمام. هم عاملينه علشان شعرهم شديد الجفاف مجعد جدا اللي هو الافريقي. فطبعا نزل هنا مصر فعمل مشاكل كتير اللي هو تقطيم تساقط كل الكلام ده. بنسمع لا ما تعملش بروتين شعرك كله هيقع. بالظبط كده. ليه؟ علشان البروتين اصلا اساسه الفورمالين. فهو لما نزل هنا مصر زي ما قلت لحضرتك عمل مشاكل كتير جدا. فهم قالوا ان هو شعرنا غير شعرهم طبعا. فنزلوا البروتين وشالوا منه مادة الفورمالين وضافوا فيه احماض امينية. طيب كده برضو ما حلوش المشكلة، فقالوا طيب احنا هنضيف امبولات، الامبولات دي هتبقى كولاجين. تمام. فالامبولات الكولاجين دي لما اتضافت مع البروتين والاحماض الامينية طبعا هي برضو محلتلناش المشكلة. تمام. ليه؟ علشان هو اصلا شعرنا مش محتاج كولاجين، الكولاجين تقيل زيه زي الفورمالين بالظبط. فعملوا حاجة تانية، طيب قالوا طيب اللي شعرهم ضعيف هيعمل ايه؟ فضافوا امبولات فيلر. فيلر بالظبط كده. دي كده الفيلر ده، الفيلر ده لتقوية الشعر يعني او لتقوية الشعر للكثافة. ويدي فوليوم للشعراية الخفيفة. فهو ده للشعر الخفيف. طيب احنا اصلا شعرنا برضو مش كل الناس شعرها خفيف. فقالوا ان احنا هنعمل مادة البوتكس، مادة البوتكس دي ضافوا فيها احماض امينية، بس احماض امينية اخف من الكولاجين والفيلر، بمرطبات بحاجات مواد لطيفة ان هي تفرد الشعر بتاعنا. تمام. بس ف يعني دلوقتي نقدر نقول ان الترميم افضل من البروتين. بالظبط. فهم علشان بيضيفوا مواد تانية مع البروتين واحماض امينيه بعيدا عن الفورمالين فسموها البروتين. طيب هو برضو احنا كده ما حلناش المشكله. ليه؟ علشان احنا دلوقتي احنا هنعمل بيبيليس، هنعمل مكوى حراره. طب ما الحراره برضو بتضعف الشعر وبتقطمه بتوقعه كل الكلام ده. فاحنا علشان لازم نعمل جلسه علاجيه لازم نضيف مرطبات زياده احنا اللي نضيفها. يعني الترميم اصلا ماده علاجيه بدون فرد خالص، فلازم نضيفها مع اي ماده علشان ندي الجلسه العلاجيه. وقبل ما نعمل البيبيليس لازم نحط حاجه حمايه من الحراره، فاصبح ان احنا نعمل جلسه في علاجيه حاجة في بدون حاجه اي ممكن ضرر. تحمي او تعمل كفر للشعرايه ما تحسيش بالحراره. بالظبط كده. امتى احس ان انا شعري محتاج ترميم؟ بس ترميم ترميم يعني مش اللي هو البروتين او الفرد يعني. الترميم اللي هو بفرد ولا بدون فرد؟ هو اكيد كل واحدة بيبقى عايز يبقى فرد صح؟ طيب لو الشعر هايش، لو الشعر فيه تجعيدة، لو التسريح بيكون صعب مش سلس، كل الكلام ده في وقتها بنحدد ان احنا محتاجين ان احنا نفرد شعرنا. بس طبعا احنا بنشوف الشعر وبنحدد ايه المادة الانسب ليه. تمام. طيب كان في الاعداد بيقول ان في فيديوهات هتتعرض ليكي هتعرفينا الفرق بين الفيديوهات موجوده. ممكن تقولي لنا هي عباره عن ايه او الفرق ما بين الترميم والبروتين وامتى يكون كويس، امتى انا لو رحت في مكان افرق ما بين الاثنين. تمام. هي الفيديوهات معانا ممكن تعلقي عليها كده. دي كانت شعرها فيه ابيض كتير. يعني اصلا ماده الامونيا واقعه منه.
شعرها كان مجعد جدا، فهي عايزه تفرد شعرها، فهو انا دلوقتي لما شفت شعرها حددت لها ان هي تعمل حاجه اسمها فايبر بليكس. الفايبر بليكس ده بعيدا عن الفرد بتاع الترميم والبوتكس والفيلر وكل الكلام ده، ده الاولى بليكس الامريكي اللي هو رقم 1 2 3 والحاجات دي. دي ماده معموله منه، مفيش فيها بقى فورمالين ولا بوتكس ولا كولاجين ولا يعني اي حاجه، بس بتفرد. بتفرد فرد كامل وبتعالج الشعر بنسبه 100%، بتطول الشعر وبتقله. الشعر الجديد بيطلع متحسن عن الشعر الطبيعي زي ما احنا شايفين. في حاله ثانيه دي شعرها كان جاي متقطم خالص من فرد بروتين كان كله فورمالين، تمام، فهو جاي بعد بس سنه. بس يعني الشعر بس ده احنا قلنا الفورمالين مش حلو بقى خلاص، ما هي جايالي كده يعني. هي كانت فارده اصلا اوريدي عند حد تاني وشعرها كان متقطم ومتبهدل، فهي لما انا عملت لها الفايبر بليكس اللي انا قلت لحضرتك عليه شعرها رجع بعد سنه طويل وتقيل، ما فيش فيه اي حاجه يعني فعلا كده. الجدود اللي طالعه جديده طالعه متعالجه اصلا. طيب في فرق ما بين الترميم البارد والحراري؟ طبعا بنسمع الحاجات دي كتير بس احنا مش فاهمين، بنروح اعملي لنا كذا كذا، طيب ده هنعمل على البارد، هنعمل على الترميم الحراري، بنبقى مش فاهمين. بالظبط كده. الترميم الحراري بيكون بالمكوى وبالبيبيليز زي ما قلت لحضرتك، تمام. الترميم اللي على البارد ده بيكون الترميم اللي احنا بنضيفه اصلا على المواد تدي ترطيب مضاعف وتدي علاج. ده بيتم للشعر اللي هو الناعم اللي فيها هيشان حاجة بسيطة، مش محتاج ان هو يعمل فرد، شعره اصلا مفرود، في ناس شعرها بيكون ليس طبيعي فبتبقى محتاجة بس ان هي بس حاجات بسيطة هيشان بالظبط، بس طبعا مش بيتم على طريقة، مش بيتم عن جلسة واحدة، لا ممكن يتم مثلا في شعر يتم عن جلستين ثلاثة كده حسب الشعر. تمام. طب انا دلوقتي هعمل ترميم وخايفة من تساقط الشعر، امتى الترميم فعلا بيسبب تساقط الشعر؟ لو المادة مش مناسبة مع الشعر، لو درجة الحرارة بتاعت المكوى اعلى من الطبيعي اللي الشعر محتاجه، كل ده بيعمل تساقط مع الشعر. تمام. لو هي برضو ما استعملتش المجموعة الافتر كير ومشت على الروتين اللي انا بمشيها عليه، عشان طبعا كل واحدة فينا بتبقى محتاجة روتين مختلف عن التانية. بالظبط. فلو ما مشيتش على التعليمات اللي انا بقولها عليها طبعا شعرها بيبوظ. تمام. طب دلوقتي الاطفال كتير من الامهات بتبقى محتارة نتودي اطفالها الصغيرين اللي عندهم مشاكل في الشعر، يقول لا دي لسه صغيرة شعرها يبوظ من الصغر والكلام ده. امتى السن المناسب؟ يعني هو ينفع اصلا نودي اطفال ولا لا؟ ولو ينفع من قد ايه، من وقت قد ايه او من سن قد ايه؟ انا عندي المواد امنع عن الاطفال من اول 4 سنين. في مواد متخصصة يعني للاطفال يعني؟ انا موديه لهم فيديوهات ان هم يعرضوها اصلا علشان دي للاطفال، يعني الشعر بيجي اكتر متحسن متعالج الشعر معانا. الحاجه اللي حضرتك بتقولي عليها بالظبط صح كده. دي شعرها كان يعني للكتف كده ما شاء الله، هي جايه شعرها لاخر ظهرها والجذور طالعه متحسنه عن شعرها الطبيعي. طبعا. ودي طفله عندها 4 سنين يعني ينفع سيفتي يعني طبعا عادي لكن مش اي مواد والحوامل كمان. تمام. طيب معاكي برضو في حاله تانية ممكن تشرحيها ولا دي نفسها؟ هي نفس الحاله. دي برضو طفله كان شعرها مجعد وخشن وما كانتش بتعرف تسرحه، مامتها كانت بتتعب جدا من التسريح فيه، فجيت وعملت لها برضو الفايبر بليكس اللي هو امن على الاطفال. وده شعرها بعد، وده فعلا بيبقى كده بعد يعني، ما شاء الله اصلا في فرق ما بين قبل وبعد كمان. وحتى الشعرايه الجديده اللي طالعه بتبقى طالعه متعالجه بس مش 100% يعني، مش اكيد تبقى يعني حاجه مش هنشتغل بقى كده. طيب يعني حتى لو الشعرايه نزلت ينفع نعمل تاني بعدها بفتره مثلا اكتر وقت؟ بعد 6 شهور ل8 شهور، من 6 شهور ل8 شهور لكن مش اقل من كده؟ لا. طيب انت عارفه طبعا الايام دي الصيف وليها الصيف ليه مشاكل كتير جدا طبعا على الشعر، فممكن تقولي ايه للبنات والامهات اللي هم عندهم مشاكل في شعرهم يعملوا ايه، او روتين اللي ممكن يمشوا عليه، او الاولاد اللي هم بيروحوا تمارين او حاجه زي كده ممكن يعني نحاول ننقذ ما ممكن انقاذه من شعرهم؟
الصيف طبعا درجة الحرارة عالية جدا جدا. والرطوبة والعرق وكل الكلام ده طبعا بيأذي الشعر، والعرق طبعا فيه أملاح، فالأملاح بتضر الشعر جدا. فأهم حاجة إن احنا نستخدم مجموعة أفتر كير كويسة، نرطب كويس جدا، نقص الطروف في أول الصيف وفي آخر الصيف، مش كل شهر، لا كل 3 شهور. كل 3 شهور كان بيقال يعني هو كل شهر نقص لا الأطراف. كل 3 شهور تمام. بس. هو اللي بينزلوا بقى بسين وبحر لازم اه يستخدموا سيرم او اي ماده ترطيب قبل البسين علشان الكلور طبعا، والبحر علشان الاملاح والميه المالحه، فلازم يستخدموا افتر كير او سيرم على الاقل. يعني لو مش عندهم ماده مرطبه كويسه يستخدموا سيرم وقبل ما ينزلوا البحر او البسين. ممكن بيقولوا برضو ممكن نحط كريم او حمام كريم او حاجة زي كده قبل ما هو البحر مادة ترطيب يعني، ترطيب. او كونديشنر او الحمام الكريم بتاعه. تمام. معانا هاجر. الو، الو، ازيك يا هاجر؟ عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، نورتينا، اتفضلي. انا عاوز اقول ان سارة ممتازة جدا في مجالها وغنية عن التعريف، اه سارة وطبعا جميلة. عن تجربة وصادقة في عملتي عندها شغلها. ايه بقى يا هاجر؟ عملت عندها الفايبر بيلت اللي هي كانت بتتكلم عنه وممتاز دلوقتي. جدا، وشعري تعالج معاها وممتازة جدا وربنا يوفقها. عملتيها في خلال قد ايه مثلا؟ يعني عملتي في خلال 6 شهور وشعري لسه زي ما هو. تمام، والنتيجة اللي انتي كنتي متوقعها هي النتيجة اللي طلعت جبارة ولا اقل بصراحة، ولا اكتر؟ أكتر بكتير. طيب الحمد لله. هي اصلا سارة من النماذج الجميلة المجتهدة جدا في أكيد مجالها. طبعا، يعني ربنا يوفقها. اتشرفنا بيكي جدا يا هاجر، اتشرفنا بيكي. تمام. انت عارفة المشاكل. معانا مداخلة. الو ولاء، الو، السلام عليكم. ازيك يا ولاء؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضلي يا حبيبتي. حابه اشكر حضرتك قوي، العفو يا قلبي، انت حضرتك منوراني طيبه. والله. تسلمي يا حبيبة قلبي، انت اللي جميلة. اتفضلي تسلمي، ربنا يخليك. اتفضلي، عايزة وعايزه تقولي؟ اشكر بقى ساره واقول لها ان احنا فخورين بها جدا والله، اه وبشغلها، وهي الطب بتاع شربين والله عندنا. تمام. انت عملتي عندها ايه يا ولاء؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان كان شعر بنوتي متدمر، يعني لفيت بقى عند دكاتره كتير وكان متدمر حرفيا. اه لونه عندها قد اخضر، ايه؟ ربنا يبارك لها. عندها صغنونه قد ايه خالص، بنوتك؟ عندها 7 سنين. صغنونة يعني. تمام. ايوه، والنتيجة كانت كويسة زي ما انت كنت عاوزاها؟ لحد دلوقتي انا شعر بنتي عاملاه من سنتين، لحد دلوقتي النتيجه فوق الروعه بجد ما شاء الله. والله بجد. يعني يعني بقول انت لك ما انا عملتيش لفيت تاني من عند بعد دكاتره السنتين كتير من بعد ما ايه؟ عملتيش تاني من وهي بعد يعني خلال السنتين دول ما عملتيش خالص تاني؟ هي كانت بتقول لا من ما 6 عملتش ل 8 لا شهور. اي حاجه، لا ما عملتش لا اي حاجه، بل بالعكس هو بيتحسن مش تمام بيتدمر، بيتحسن. تمام شرفتينا وبنشكرك جدا جدا يا ولاء، والله تسلمي. معانا ريفيوهات خاصة بشغل الأستاذة سارة معانا على الشاشة. ممكن برضو يا سارة تبصي عليها كده وتشوفي الريفيوهات دي. كله بيشكر في شغلك، وكله بيشكر في حاجتك الجميلة والماتيريال اللي انت بتشتغلي بيها، وانت من النماذج المشرفة جدا جدا. ودي اقل الريفيوهات، وعايزة اقولك ان في مكالمات كتير جدا في الكنترول بس علشان الوقت، فانا عايزة منك برضو نصيحة كده سريعة للبنات تعمل ايه علشان تحافظ على شعرها لحد ما نجيلك نعمل ترميم كلنا. زي ما قلت طبعا، ان ترطيب لازم، اهم حاجة. ايوه، الترطيب ده اهم حاجه اصلا ان احنا نستخدمه لشعرنا. وزي ما قلت ان احنا قبل ما ننزل بسين علشان احنا في حر، والمصيف بقى والخروجات وكده، لازم كمان سيرم. عشان الحجاب المحجبين كمان. ولو في بقى ليف ان، يعني لو سيرم ليف ان يكون افضل بكتير من السيرم العادي او من حمام الكريم. وان احنا برضو نقص طروف شعرنا ونمشي على الترطيب ونمشي على مجموعة افتر كير كويسة وتناسب شعرنا وبس كده. تمام. للاسف وقت فقرتنا انتهت. كلامك جميل جدا يا ساره، استاذه ساره ميك اب ارتست وخبيره التجميل واخصائيه العنايه بالشعر، شرفتينا ونورتينا يا ساره. وعلى فكره اللي عايز يتواصل معاها الارقام موجوده على الشاشه، الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكل الحاجات اللي هي بتنزل عليها شغلها
على الشاشة، اللي عايز يتواصل معاها يتواصل معاها مباشرة. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم تاني، هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا عن المساكنة، هل أنت مع المساكنة أم ضد؟ فاصل ونرجع لكم تاني.